مساء الخير. موضوعنا النهاردة عن مزرعة أبقار عائمة في هولندا تم إنشائها بهدف حماية المناخ. ما علاقة هذه المزرعة العائمة بموضوع المناخ؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد شوية من خلال مشاهدة هذا الفيديو. أولا، هولندا هذه الدولة المكتظة بالسكان والمعرضة لارتفاع مستويات سطح البحر، مما جعل الأراضي الزراعية كسلعة نادرة فيها، حيث أن حوالي 33% من اليابسة يقع تحت مستوى البحر نتيجة تأثر هولندا بالاحترار المناخي. واعتاد الشعب الهولندي على استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة، علما بأن هولندا هي ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم. وتقع هذه المزرعة في ميناء روتردام، وهو أكبر موانئ أوروبا، وهو أيضا المسؤول عن 13.5% من انبعاثات الكربون في هولندا. ولأن الحاجة هي أم الاختراع، ويمكن خلق الفرص من قلب الأزمات، جاءت فكرة إنشاء مزرعة أبقار عائمة كي تتحرك على أساس المد والجزر، وتعلو وتنخفض بارتفاع مترين، لذلك يمكن أن تستمر في الإنتاج حتى في حال حدوث فيضان. تتكون هذه المزرعة العائمة من 3 طوابق تستخدم لتربية الأبقار وإنتاج الألبان والأجبان، وتعمل بنموذج مستدام عن طريق تحويل روث الأبقار إلى سماد لاستخدامه لاحقا للحديقة التي تنتج عشب لتغذية الأبقار، ويتم تعقيم البول لإعادة تدويره إلى مياه صالحة لشرب الأبقار، ويتم تشغيل المزرعة عن طريق عشرات الألواح الشمسية المحيطة بها، وتستخدم الروبوتات لحلب الأبقار وعمليات الإنتاج. وتقول صاحبة المزرعة مين كيفان عن هذا المشروع بأنه أول مزرعة عائمة في العالم، وتريد أن تكون هذه المزرعة مستدامة ومكتفية ذاتيا قدر الإمكان، ولذلك تم إنشاء المزرعة باستخدام مواد قابلة لإعادة التدوير مثل الفولاذ والزجاج. وطبعا كلنا عارفين إن الفولاذ هو عبارة عن سبيكة تتكون من عنصري الحديد والكربون بشكل رئيسي، بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل المنجنيز والزنك والسيليكون والألومنيوم، وده بيدي قوة للفولاذ تفوق قوة الحديد 1000 مرة، فهو مادة أكثر مقاومة وأقل قابلية للأكسدة. وأخيرا بنفكركم أن شعار قناتنا هو أن التكنولوجيا تغير المستقبل، وأن من أهم أهداف القناة هو تقديم بعض الأفكار والابتكارات التكنولوجية التي تم تطبيقها حول العالم، وذلك بهدف تحفيز وتشجيع شبابنا العربي على استخدام تلك الأفكار والعمل على تطويرها ليتم تطبيقها في مشروعات مماثلة. ونحن على يقين تام أن وطننا العربي غني بالكثير من المبدعين والمبتكرين والمخترعين، وليس لدينا أي شك أن لديهم القدرة على الابتكار والتطوير والتحسين المستمر. فمن الممكن جدا تطبيق نموذج هذه المزرعة في منطقتنا العربية لإنتاج طعاما صحيا، وكي تساهم في بناء مجتمع أكثر صحة وأكثر وعيا واستدامة. دمتم على خير، وشكرا على حسن متابعتكم لنا.